اجوا اعتذروني الساعة 2 في الليل، اجوا تبلوا على الدار، دمر الدار. انا ما صحيتش، فكرت واحد من ابوي بيصحي فيه، ما صحيتش. لو بيسحب الحرام سحبته منه، كنت نايم. لو بصير يضرب في الكشاف قمت طلعت الجندي، لو وقفت لو بطلعني برا، لو بقول لي انت محمل قلت له، لو بقول لي روح البس جاكيت. بعد ما لبس الطهاب بدي اودع اهلي، ما رضيوش اودع اهلي. وبعد كلفشوا ايدي لورا، حطوا في ايدي الكلفشات لورا والعصبات على عيني. 5 الصبح مشوني 2 أو 3 ساعات في الشارع، ضربوني هم واخديني. أثناء وإحنا كنا في الجيب ضربني بقص واحد لحد ما وصلنا المعسكر. عند المعسكر أجوا عدة جنود كانوا يضربوني بساطيرهم ويشي في سلاحهم، وبعدها ودونا على كرمتسور حطوني في السقعة على الصبح. During this brutal journey of detention, children in the West Bank are being exposed to different types of abuses. Children experience verbal abuses, physical violence, and they're being humiliated and intimidated.